لسه ما خلصناش الاوبريتورز ولسه بنتكلم في البرنسبلز او البيزكس اوف بروجرامينج. المره دي معانا اكزامبل هيفتح لنا شويه موضوعات لسه ما زلنا في الاساسيات بتاعتنا. بيقول لي صمم برنامج يدخل فيه المستخدم رقم يعني انبوت عادي، ويظهر له البرنامج رساله تفيد هل هذا الرقم زوجي ام ايفن يعني ام هذا الرقم فردي اود. لو جينا فكرنا في الاكزامبل ده لغايه لما انا اصمم برنامج دخل فيه مستخدم رقم مفيش مشكله، يظهر له البرنامج تفيد ان هو زوجي ولا فردي. تعال الاول نقول له احنا ازاي نعرف الرقم ده زوجي ولا فردي. طبعا اي رقم ببساطه عشان ما نخليش ناس تفكر كتير، يعني الفكره بسيطه ان انا لو عندي اي رقم بيقبل الاسم الصحيحه على الاثنين يعني باقي الاسم زيرو، باقي الاسم زيرو يعني اربعه على الاثنين يعني اثنين هياخدهم واحد واثنين هياخدهم واحد، هيبقى معايا كام؟ هيبقى معايا زيرو، هيبقى معايا يعني ما تبقى من الاسم الصحيح. احنا عارفين ان احنا لما كنا بناخد الاريثماتيك اوبريتورز ان في حاجه اسمها الريمايندرز او المودولس اللي هو باقي القسمه الصحيحه، فانا ممكن ببساطه اي رقم اقسمه اشوف باقي القسمه الصحيحه بتاعته على الاثنين، لو كان بزيرو يعني 30 يبقى ده 15 وده 15 ولا يتبقى شيء، 100 يبقى ده 50 وده 50 ولا يتبقى شيء، خلاص 8 يبقى ده 4 وده 4 ولا يتبقى شيء. كل دي ارقام بتبقى القسمه الصحيحه على الاثنين يعني بدون كسور. اي رقم بيتبقى فيه يعني لو قلنا 9 على الاثنين ده هياخد 4 وده هياخد 4 ويبقى 1، مفيش بقى ايه؟ مفيش كسر، بنتكلم في الصحيح. يعني باقي القسمه الصحيحه على رقم 2 يبقى دايما بقى القسمه الصحيحه على الاثنين يبقى دايما معانا ايه؟ زيرو لو زوجي، واحد يبقى فردي. طيب ازاي نظهر رساله بيزد اون كونديشن او بناء على شرط؟ انا عندي شرط ان الرقم ده لو كان باقي الاسم بتاعته صفر اطلع رساله، لو كان باقي الاسم بتاعته واحد لو دي اعملها ازاي؟ عشان نفكر في الموضوع ده عندنا كذا حاجه. اولا انا لو فتحت مثلا درو اي او كده، للاسف هنا ما فيش نت. ماشي مش مشكله، احنا كنا منزلين اللي هو كليك تشارتس، قلنا برده ممكن نشتغل بده ممكن نشتغل بده، وقلت له ماشي اوكي وعايز اعمل نيو دايجرام، قال هتعمل انه نوع، قلت له بلانك بس كده وانا هتصرف. نرى الفكره ببساطه ان احنا لو جينا حابين نرسم كده هنقول والله عندنا هنا ستارت، انا بفكر طبعا في الفكره، طبعا ممكن نعملها كالجوريزم يعني ممكن نكتب الالجوريزم الاول بس يعني هو الدنيا بسيطه، خلينا نمشي بالترتيب. الالجوريزم بتاعنا هنقسمه الى انبوت وبروسيسنج واوتبوت، والانبوت بتاعتي هطلع برومبت واقول له انتر ان نمبر اي نمبر ماشي، والرقم ده هنحطه جوه فاريبل، ممكن نقول له ريد مثلا ان او، يعني هقول له دخل رقم وبعد كده هقرا اللي هو دخله واحطه جوه فاريبل اسمه انه. وطبعا دول عندنا في البايثون بيتعملوا على امر واحد يعني بنانبوت على طول لانه ماشي. طيب يعني ممكن طبعا تستبدل دول وتكتب كده يعني مثلا كده بدون رساله ريد لانه تنفع. لو انا مش هعمل العمليه على انه اقول له لو سمحت دخل كذا وبعد كده اخد القيمه وادخلها جوه فاريبل، فانا ممكن اقول له ريد لانه بقت مفهوم، ممكن اقول له زي ما اتفقنا برومبت انتر نمبر وخلاص تمام. على العموم as you like. لكن بعد كده كل المشكله اللي عندي ان انا عندي هقول له اف لاول مره نستخدم اف،
البروسيسنج، هقول له اف ان ال ان او الرقم اللي دخل، اف ان ال ان او الرقم اللي دخل كان مودولس 2 يعني باقي القسمة الصحيحة ايكوال ايكوال 0. اي رقم ايا كان ايه هو اللي دخل، لو كان ايكوال ايكوال 0 يبقى في الحالة دي زي ما اتفقنا الرقم زوجي، يعني في الحالة دي هقول له then خلاص even او print even او output even ماشي. او مثلا قال لي هخليه variable، انا عملنا variable اسمه no ده اللي عملنا الانبوت فيه، والمسج اللي هتطلع اخليها even، يعني then هخلي variable اسمه message هيشيل كلمة even زوجي. بعد كده else هخلي المسج بتشيل كلمة odd، والاوتبوت بتاعي في الاخر هقوله display المسج. طب بص كده رغم انه الجوريزم صغير، صغير لكن في شوية كلمات اول مرة تقابلنا زي f زي then وزي else ماشي. خلاص قرينا الرقم if يعني لو ان ان او اللي احنا عملناه مودولس 2 كان بيساوي 0. تلاحظوا ان انا كتبت هنا equal equal، طبعا في بعض الاحيان ممكن تلاقيها equal واحده مفيش مشكله خلاص، لكن احنا في الغالب بنحب نستخدمها equal equal، ودي معناها مختلف تماما عن ما اقول ان المسج بتساوي even. المسج بتساوي even دي بالنسبه لنا معروفه، يعني ايه المسج بتساوي even؟ يعني الفاريبل اللي سميته ام اس جي هنحطه جوه كلمه even، فبيحصل هنا ده احنا سميناه واخدناه قبل كده اسمه assignment operator، يعني بخصص القيمه even الى الفاريبل ام اس جي زي ما بقول سين بتساوي 5، فانا بعمل assignment للفاريبل assignment الفاليو 5 الى الفاريبل سين نفس الكلمة، لكن هنا الفرق ان هنا مش بعمل assignment، انا هنا بعمل حاجة اسمها comparison operator. comparison operator يعني ايه؟ بعمل comparison يعني بقارن، هل الرقم بعد ما عملنا له اما شفنا باقي القسمة الصحيحة على الاثنين هل طلع بيساوي زيرو ولا لا؟ يبقى عندي comparison هنا اللي هي اتنين equal دول معناها شرط condition، يبقى يرد عليا بآه يبقى يرد عليا لا خلاص. زين يعني لو كان ال ان او مودولس 2 او 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 ريمايندر 2 كان بيساوي 0 فعلا، في الحاله دي المسج هخليها ايفن. إلس معناها ان ال ان او مودولس 2 او 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 ريمايندر 2 مش بتساوي 0، في الحاله ديت هخلي المسج اود فرد، وفي الاخر هطبع المسج. ده الالجوريزم بتاعنا، لو حبينا نكمل رسمته هنا هنشوف شكلها عامل ازاي. نكبر دي شوية. طيب وبعد كده عندي input اللي هو احنا سميناه variable no صحيح، وبعد كده عندنا condition. condition في الفلوت شارت عشان تتخيل المنظر ده شويه ممكن يكون عندك شويه متداخل، الكونديشنز اللي بتؤدي في الاخر الى ترو اور فولس يعني اه او لا، يعني هل ان او مودولس 2 بيساوي 0 هيرد عليا باه يا بلا، ده بنسميه بوليان اكسبريشن. بوليان يعني عشان بيرد عليا باه يا بلا او ترو اور فولس 0 اور 1 ابيض يا اسود، فده بنسميه بوليان اكسبريشن، او لو اطلقنا عليه كلمة condition مفيش مشكلة خلاص. اي condition اجابته هتبقى true او false بنحطه في بنحطه في حاجة في شكل معين بنسميه decision قرار، وطالما عندي طرفين واحدة في الزن وواحدة في الالس معناها واحدة في الاه وواحدة في اللأ، لان الزن بتشتغل لما 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 الكونديشن يجيب اه يجيب يس yes يجيب true يجيب one، والالس بتشتغل لما ده يجيب نو no، لما الشرط يقول لا اما يجيب فولس اما يجيب زيرو خلاص، فيبقى ليه طرفين. بنعمل ايه؟ بنقوم جايبين كده شكل المعين ده ديسيجن اهو تمام،
وهكتب جوه الديسيجن ده الكونديشن بتاعي اللي هو ال NO modulus او reminder 2 equal 0. ده الكونديشن بتاعي. وعندي حالتين. الحالة الاولى ان انا لو كان true، وهنا بكتب على الخط ده كلمة true، معناها لو كان فعلا النمبر modulus 2 equal 0، في الحالة دي هعمل الفاريابل اللي اسمه msg، هخليه شايل الفاليو even. طيب كلام جميل. في الحالة التانية، وطبعا عشان بيحاول الرسم اوتوماتيك، في الحالة التانية، والحالة التانية دي احنا بنسميه نكتب عليها نوت كلمة false. خلاص. وفي حالة الفولس معناها ان NO modulus 2 مش بتساوي 0، معناها ان هي فردي. في الحالة دي هقول له MSG equal odd، فردي. سواء كان جاي من زوجة او جاي من فردي، كده كده هطبع المسج، يعني هعمل output من هنا وكذلك من هنا برضو. مش عايز يظبط معايا، ماشي هظبطه دلوقتي. لكن كده في الاخر هبرنت المسج، سواء انا جاي من عند الايفن هبرنت المسج، سواء انا جاي من عند الاود هبرنت المسج، وفي الاخر هقول له شكرا. ده كان الايه الالجوريزم بتاعنا اهو. محتاجين نعمل ده، معرفش تمام منين، ممكن نقف عليه كده. أرسوجونال ما صحيح، طب انا أرسوجونال يعني مفروض اقدر اعوجه اهو. تعال نعمل عليه كده، ايوه من هنا ماشي اوكي. بكده اكون ايه ظبطت الايه الشكل بتاعي والالجوريزم بتاعي بالمنظر دوت. يبقى كده فاضل لنا الخطوه السهله ان احنا نكتب الايه، نكتب الكود ونتست.